على السلامة ومرحبا بكم الناس الكل. تفاعلا مع موضوع تسكير الباب على الزوار متاع حديقة أشكل، اللي هو يعني الناس لقات على الفيسبوك على الريزو سوسيو، لقات فهمتني دعوة مفتوحة اللي هو مهرجان الربيع بأشكل، اللي هو في نهار 26 و27 و28 هذوما، يعني حسب البرنامج اللي قدامي، باش نحط لكم البرنامج في الكرون باش تقراوه. والدعوه علاش نقولوا احنا دعوه مفتوحه؟ ما فماش حتى ملاحظه للناس، كونها راهو اللي باش يجي للمهرجان راهو يلزمه ترخيص. يعني مادام ناس اليوم وفي الايامات هذوما متوجهين لحديقه اشكل وباش يمشيوا للمهرجان، ما فماش ما فما حتى يعني ما فما حتى ملاحظة، ولا الجمعيات اللي بارتاجات ولا اللي نظمت المهرجان هذا ما عندها حتى ملاحظة حطتها، كونه أي إنسان راهو باش يجي راهو يلزمه ترخيص به. نعرف البلاد تعدات بأزمات وكذا، ما في ما معاش عندنا أزمات، حلوا للناس هذا، يعني كيف ما نقولوا احنا راهو هذا ملكنا، ملك الشعب تحت إدارة الدولة، أوكي، أما ملك الشعب يلزم يكون الباب مفتوح للناس الكل. راهو فما ناس اليوم جات من ولايات أخرى، يعني نقولوا احنا ولايات أخرى، نقولوا فهمتني، نقولوا سياحة داخلية، والبلاد مبنية على السياحة الداخلية، بنزرت بيدها، بنزرت، راهم يجيوهاش سياح من البلدان الأخرى، بنزرت اقتصادها في الصيف مبني على ناسها اللي في المعتمديات والبلديات المجاورة، ومبني على السياحة الداخلية اللي هي من الولايات أخرى. ويكذب عليك اللي يقول لك ما فماش بروجي في بنزرت موجود ما هوش ياكلش الخبز، مش قاعد ياكل في الخبز يعني مع السياحه الداخليه نتاعنا. يعني السياحه الداخليه في بنزرت حاجه مهمه برشا، كانش المسؤولين يحبوا يكسروها، بحكم اللي كيف ما نقولوا بدات تتطور على برشا ولايات اخرى كانت محتكره قبل السياحه الداخليه بصفه عامه. به اليوم حبينا نعرف الموضوع بالضبط، اتصلنا بسي محجوب المثلوث يعطيه الصحه، بعث لنا فوكال وعمل فيديوهات قصار مع ناس موجوده الغادي، باش نتفرجوا مع بعض، نسمع مع بعضنا الفوكال ونتفرجوا مع بعضنا الفيديوهات ونشوفوا استياء العباد اللي جات اليوم للمهرجان وما دخلتش. السلام عليكم سي اشرف. باهي انا تو في الداخل في المحميه، مش الداخل معناتها، في الفوق شوي. الجماعة مسكري الباب، قال لك لا يلزم التصريح، تصريح من المندوبي، مندوبية الفلاح، وفم استياء كبير، وكان معناتها فم مواطنين اللي هنا، وكان عديهم لك الناس الكل، قال لك هذه أول مرة وآخر مرة، وهذه خدوا عملوها لنا، وعندك مش نعملوا مهرجان، مش نعملوا مع شنو، وفي الآخر بالكل عباد تشوف فيها، شوف ما كان معناتها نعمل لك فيديو تشوف كيفاش عباد كيفاش قاعدة معناتها كأني في المعبد. كانت هذه المداخلة مع سي محجوب المثلوثي، اللي هو زاد القارح وقدام الباب مسكر به، وتوا خدينا زوز مواطنين، هو خدا زوز مواطنين، سجلنا معاهم باش نشوفوا ردة فعلهم. انا هو من ماتا ولا من منزل برزان، تمام، عباد جاي من تونس من صفاقس من كذا، معناتها مهزلة سياحية، هذه ضربت ولاية برزان، وهم يحكوا على اشكل وما بالله. سمحت انت كيفاش سمعت به الواحد؟ سمعتي على الفيسبوك؟ على الفيسبوك، الناس الكل سمعنا به على الفيسبوك، وشفنا اللي هو معناتها راهم مش يعملوا واحد ماش يعملوا مهرجان وواحد، وفما حاجات باهي. يعطيك الصحة، تو احنا هاو تشوف فيها، تو يدخلونا تشوف فيها العباد، تشوف فيها، شوف الصف نتاع العباد تاع الكراهب تاع السيارات، نفس الشيء. ان شاء الله ما يصيرش العام الجاي، هذا ما يصيرش العام الجاي، ان شاء الله من احسن نلقونا. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. السلام عليكم، انا من منطقة العالية قريب شوية بالنسبة للاسكان، نتسائل وين هو المهرجان اللي نحكيو عليه؟ علاش منطقة كيما جبل الاشكا هي محرومين منها، محرومين من الطبيعة نتاعها، محرومين من الحمام نتاعها، علاش احنا ولاد بنزرت بصفة عامة نشبو نمشيو للزغوان والحمام الزريبة،
نقص معاش 150 كيلو متر يمشيو للحمام، بينما عندنا منطقه ما شاء الله. سامحني، انت جبت العائله؟ جبت العائله في منعوك من المدخول؟ من الطبيعه منعوني من الدخول، ما فماش دخول. اي باهي، هما تو قالوا لازم ترخيص. في بالكش انت ساعه اللي فما ترخيص؟ ما في باليش، وانا هذه مش اول مره نجي، كل مره نجي جيت مده تجي 6 سنين التالي ولا 7 سنين كانت العباد تدخل، وكانت معناتها جو كبير ياسر. 3 ولا 4 سنين كل مره ونجي نلقاهم مسكر، يقولوا له خذ ترخيص من مندوبية الفلاح. علاش الترخيص؟ علاش؟ وخاصة تو بالنسبة، أنا واحد من الناس سمعنا اللي مهرجان، قلنا فما ربما التراخيص عملت معناتها على الأقل استثنائيين. استثنائيين للعباد جو، الناس كل من كل بلاصة. ما نعرفش شكون هو اللي دخل من فما تراخيص، ما فماش، الظهر لي ما فماش تراخيص. ما فماش. فما حتى شيء. علاش؟ علاش منطقة بنزرت محرومين منها جبل الشكل؟ سيدي بارك الله فيك. بينما هي كانت تخدم كيما برشا بلايص، كيما حمام بنت جديده ماهوش خير منها، كيما منطقه الجريبه حمام زغوان ماهوش خير منها كمنطقه. انا جيت بصلعني به جاء معناتها جبل ماء سخون سبخه. وزيد تو اسمع، انا مش بعد اذنك مش ناخذ راي البني بنوته، انت جيتي تو لجبل الشكل، خلوك تعدي ولا ما خلوكش؟ ها؟ علاش؟ ها؟ وانت تحبي تمشي لفوق هكا ولا تحبي تمشي تشوفي الحيوانات وتشوفي المتحف؟ تشوف، حابه تشوف المتحف، الحمام اللوتك الزم، جبنا ماكلتنا الكليك من البارح في الليل وما يستناو فيها ماشي كيما هكا، وطيبت لهم امهم الفطور من الليل، معناتها طيبت كل شيء، حضرت كل شيء باش اليوم معناتها نهار كامل نعدوا لنا. باهي يعطيك الصحه. شوف شوف، احنا تو كنا اصدقاء نتاعنا سي فتحي البجاوي منظم المهرجان، سي زياد حرزله المعتمد وجماعه الكل، تبقينا احنا الحاجه اللي نجموا نلاحظوها معناتها محبه في بلادنا، راهو مش ضد فلان ولا فلتان، احنا نجموا. يعطيك الصحه. احنا علاش مادام عبد جاي عباد جايه ما شاء الله وقاعده تجي تو، علاش نحرموهم من جبل الشكل؟ صدقني وهذه دعوه والله العظيم، هذه وجهه سياحيه ممتازه جدا لو تخدم. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. شكرا. صدقوني الفيديوهات هذوما وصلوني مع وقتاش، خلينا نشوف الوقت، الفيديوهات هذوما وصلوني ما بين ساعتين وما دي 3، ما تفرجتش فيهم انا، خاطر نحب وقت اللي نبدا نسجل في حاجه نتفرج ديريكت معاكم، باش يكون فهمتي باش يكون الحديث في الموضوع ما يكونش محضر، يعني ماهوش حاضر، ما عنديش يعني سيناريو حاضر ولا كاتب فهمتي شنو واش نقول حاضر، لا وقت اللي نسمع معاكم ديريكت يعني وانا نسجل في الفيديو طول وقتها نسمع معاكم باش نعلق على الفيديو ديريكت. تصور انت تو احنا قلنا اللي السياحه في تونس تعتمد على السياحه الداخليه، راكم شفتوا الصف نتاع الكراهب، الدعوه كانت مفتوحه، هذا ما قلتوش انا، قالوه فهمتي في الفيديوهات، انا حسب ما شفت المنشورات اللي هي دعوه فهمتي ما فيهاش حتى ملاحظه نتاع يلزم فما ترخيص مسبق. لكن وقت اللي دخلنا زاد الفيديوهات نفس الحديث اللي كونوا الدعوه كانت مفتوحه والناس الكل اللي تراو فيها هذوكم الكل فهمتي واقفه بالكراهب مسكرين عليهم، هذوك من اللي ظهروا في الفيديو صفه الكراهب طويل مسكرين عليهم الباب نتاع حديقه تشكل، وجايين وقت اللي شافوا الببليكاسيونات على الفيسبوك. انا فما زاد ببليكاسيونات شدتني شويه، عملت لها كابتر ونحب نلاحظ حاجه كي نقراها ديريكت يعني الناس ولا ننشرها ديريكت، راهي تبدا سورتو لي ستاتو، راه وقت اللي يبداو الناس حاطين الببليكاسيونات نتاعهم اون بوبليك يعني متاح للناس الكل، مش انيكمون ولا حاجه، كي تبدا بوبليك هذيك نجم ان نعمل لها كابتور ديكرو ونحطها فهمتي في الكرو ونقراها، يعني ما عندي حتى مشكل به. منزلي حر فرحان على خاطر حديقة اشكل باش تعمل مهرجان باش تجي العباد ويتحلوا البيبان، وانا كان في بالي اللي ما البيبان كانت مسكرة قبل يعني على الوضع اللي كان فيه تونس قبل يعني نتاع 8 سنين 9 سنين التالي وقت المشاكل الأمنية في تونس، لكن هو اتضح على حسب ما سمعت الفيديوهات معاكم اللي كانوا عنده 3-4 سنين، وقت نقولوا 3-4 سنين نحكيه على عهد الكورونا، كان من وقت الكورونا
خذوا القرار باش يولي دخول ترخيص وبعداد فهمتي محدوده، لما حال هي اراضي شاسعه برشا وعندهم الحق في حاجه مثال في الباب يفركسوا لك راه واحد باش ما يصيرش فهمتي التلوث البصري اللي نشوفوه في الغابات المفتوحه اللي عندنا فهمتي نتاع شقوفات خمر ومتابع هذوما. والله صح ولا يلقاو واحد فهمتي جايب معاه فهمتي الخمور والحاجات هذيك صح يوقفوه ويمنعوهم الدخول، لكن عائلات وصغار كيما طفلة فرحانة جاية ومن البارح يستناو باش يمشيو ويشوفوا فهمتي جبل الاشكل وبعديك يقولوا لهم ليه روح راهي حاجة توجع برشا في البلاد. هذه كيما قلت لكم البيبليكاسيون تاع منزلي حر فرحة من نهار 20 أفريل 38 متاع الليل هبط بيبليكاسيون فرحان بها على خاطر باش تجينا فهمتني باش تجي العباد وتكتشف وتتفرج وتشوف بنزرت، نحكي بنزرت كولايه بصفه عامه وينهم المنازليه مهرجان اشكل الجمعه الجايه اي ماكس بارتاج خلي تونس كامله تسمع بيه اي بارتاج في الجروبات. يعني الشخص اللي كتب الستاتيو هذا يعني متحمس برشا بالبارتاج بارتاج عليه فهمتني حد قال جبل الاشكل تحرمنا منه احنا ابناء الجهه وابناء المنطقه وقاعدين يدوروا فيه ويتمتعوا به كنصحاح. مانيش فاهمة أنا شكون المسؤول ووقتاش باش تفض مشكلة جبل الإشكل اللي كان للعموم مستمتعين بالحمامات الاستشفائية اللي فيه، وكان بابا الله يرحمه ينصب خيمة ونعديه فيه عطلة الربيع الكل، وتو شكون ينجم حتى يدخل ولا يمد حتى راسه يطل طلة. يعني هذا انسان فهمتي هابط بيبليكاسيون راكم شفتوا الرد كيفاش كان. هذا الرد كان نهار 21 افريل يحكي على مشكله الحديقه الوطنيه باشكل بيدها، لكن اليوم ريتهم الناس اللي جاوا هذوكم الكل كانت لهم صدمه باتم معنى الكلمه. عباد جايه فرحانه من البارح يحضروا في رواحهم ويحضروا في صغارهم باش يجيو، بعد يلقاو رواحهم الباب مسكر ما تدخلوش وكان عجبك. ولهنا لازم يكون قلة تنسيق من المسؤولين اللي هو نورمال ما يحطوا ملاحظة اللي هي راهي الدخلة فقط على الناس اللي موجودين هذوما يعني الجمعية واللي نظموها معها بركة اللي موجودين هذوما في التصويرة هذوكم بركة ينجموا يدخلوا. لهنا انا نقعد فهمتي نتسائل اسكو فهمتي هما بركة عندهم الحق باش يدخلوا ولا اللي في الباب، وما نصورش كان عباد فهمتي الكل يعني هذوما الكل فهمتي دخلوا بتراخيص مسبقه على خاطر ما فما حتى اعلان على التراخيص المسبقه، واللي في الباب شافوا كونه من عالم خاخر شافوا كونه فهمتي دخلت برشا عباد يزي ما عادش تدخل عباد اخرين. لهنا كراك تحطم منطقه كامله سواء من مخك ولا فهمتي على حسب فهمتي تعليمات واحد اللي هي ماهيش حرب، كلهم عائلات جايين صغار يحبوا يتفرجوا ما فماش علاش تسكروا، ما فما حتى مبرر يتسكر به الباب، وما فما حتى مبرر يقعد الباب نتاع حديقة الاشكل مسكر للزوار كان تراخيص. وهاكم شفتوا مداخلات نتاع الناس. ونحب الله نتكلم على حاجه، دعوة للباجات نتاع بنزرت الكبار، الباجات الكبار نتاع بنزرت أو كي نخدموا ولا تخدموا على تصويرة مزيانة لبنزرت ولا نخدموا، يعني احنا الأكثرية خدمتنا اللوموا في المسؤولين وكل مسؤول يعني والمسؤولية نتاعو في البلاد كونك قوم من الكرسي إجا نظف البلاد، راهو بخلاف النظافة لينا احنا كمواطنين نعيشوا فيها البلاد نعيش فيها ولاية ولا معتمدية ولا حومة ولا منطقة اللي هو رانا نحبوها نظيفة باش وقت اللي الأبار لنا احنا للناس اللي باش تجينا. وراهو اقتصاد بنزرت بصفة عامة في الصيف الوقت اللي يتحرك فيه واللي فهمتي عام كامل يعني 9 شهور كاملين ولا أقل من 9 شهور بشوية 7 شهور يقولوا في العام يكون الخدمة هكاك وبرا عنا راهو ربيع اشترى ربيع وبقية الصيف راهو وقتها الخدمة اللي قاعدة الباجات اللي قاعدين تعملوا ببليكاسيونات
ودي بيبليسيتي للحوانت، سواء تاع الماكله سواء تاع اي حاجه. راهو الحوانت هذوكم في الصيف يتحركوا بالسياحه الداخليه، مع ناس سياحه خارجيه، مع ناس يعني من الاوروب باش يجينا هيك، يجي يكلم زمر اخوه نهار كامل باش يمشي، فهمت، يعديه يا في الروزور ولا في النور ولا في بعض الروتين من الوتلة، كان جاهز لهنايك فهمت البنزرت باش يعدي نهار كامل يكونسومي كل شيء بلاش. راهو احنا كتوانسه في بعضنا يعني كولايات الكل، وقت اللي يجيونا من ولايات اخرين واحنا نمشيو لولايات اخرى، راهو هذيك هي فهمت عجله الاقتصاد نتاعنا بهذاك بركه قاعد الدور، قاعده عباد تخدم وقاعده عباد فهمتي تعمل في فلوس، كان بالسياحه الداخليه. سلطوا الضوء على الموضوع هذا، سلطوا الضوء على المواضيع فهمتي، وراي مواضيع مهمه تهم المستقبل نتاع الولايه، خاطر اليوم كان نلقى فما كان فهمتني تلقى بنزرت هكايا سكرت فهمتي الباب على 200 ولا 300 شخص خارج مدينه بنزرت، ما عادش باش يجيك البنزرت. وراهو كان مراهي هذايا كل واحد يخدم فهمتي خدمته من جهته، هذاك يصور فهمتي يصور في بنزرت مزيانه ومحلاها، نهار تراه يجي ويلقاها بالزبله بالوسخ يجي ما عادش يرجع لها، هذاك يصور فهمتي في محلات كان المحلات هذوكم راهو وقت اللي ما يجي ما تجيهاش فهمتي ما تجيش ناس اخرين البنزرت وما عادش يجيو ناس البنزرت، راهو ما عادش باش يخدموا اصلا، ما عادش باش يلقاو واش عملوا دي بيبليسيتي عندك. والمواضيع هذه مهمه برشا، كونه انت عندك حديقه وطنيه وتجي هكايا تصرفقها العباد من الباب وتقول لها ما تدخلش، ما عادش يجيك حتى حد، يقول لك انا شنو نقعد نمشي نتمرمد ومروح ومحشم روحي مع صغاري، وغصه تقعد له في قلبه عاد نمشي لولايه اخرى، يمشي يخسر فهمتي ما مش عارف انا ما يعمل تراجيم تاع 200 و300 و400 كيلومتر ويلقى العباد مرحبا بيه ويلقى الدنيا مليحه خير من اللي يجيك لهنا هيك. راهو هكايا بالحق داخلين في الطبعه، لذا الرجاء من الناس الكل تسلط الضوء على المواضيع هذيا، على خاطر راهي المسؤولين نتاع بنزر بصفه عامه المسؤولين الكل يخدموا ضد مصلحه بنزر. كي نحوصل اللي صاير والحاجات اللي صايره في بنزرت الكل، راهو المسؤولين يخدموا ضد مصالحها، على خاطر بنزرت في الاعوام الصغيره اللي تعدات للعام هذا عام الجاي الله اعلم، في الاعوام الصغيره اللي تعدات بنزرت بدات تزاحم في ولايات اخرى، ولايات ساحليه اخرى على السياحة الداخلية، اللي هو ما يعجبش برشا مسؤولين اللي أغلبهم يخدموا لصالح ولايات أخرى. كان لهنيك راهي المواطنين متاع بنزرت بصفة عامة، ونحكي بنزرت الكل كولاية كل نقطة فيها، ما يتضامنوش باش تكون فهمتي بنزرت مريقلة والمسؤول يقوم من الكرسي ويمشي يخدم على روحه، ينظف البلاد ويحلوا المرافق العمومية ويحسنوا ويوصيوا الموظفين نتاعهم بشخص يحسنوا الاستقبال نتاع الزوار، كانش نحطوا باش عليها بنزرت والسلام. هذا هو، والسلام عليكم ورحمة الله.